السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي شيواس راديو، مرحبا بكم فيديو جديد. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون هي حرشة سائلة او حرشة في المقلاة، سريعة جدا او كتحضر لنا في وقت وجيز. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، تبعوا معي الفيديو من الاول تال الاخر او فرجة ممتعة. نحتاج في المقادير هنا العبار غادي يكون بالكاس ديال العنبة، غادي نحتاج كأس ونصف من السميد الرقيق اللي كنا نستعمله في الحرشة وفي البسبوسة، نضيف كذلك ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، رشة ملح أو الملح حسب الذوق، استعملت نصف ملعقة صغيرة، ربع كأس من زيت المائدة، وغادي نضيف كذلك حبة صغيرة من البيض، وغادي نزيد هنا ملعقة كبيرة من السكر الخشن، وغادي نجمع المكونات بنصف كأس من الحليب البارد، بالنسبة للمقلاة غادي نطيب في هذه، ضروري تطيبوا في مقلاة اللي كيكونوا الحواف ديالها ماشي طالعين بزاف، وكندهنوا المقلاة بقطعة صغيرة من الزبدة، ومباشرة كنشعلوا النار وكنفرغوا الخليط ديال الحرشة في المقلاة. في الاول كتكون النار متوسطة، ومن بعد ما كنوضعوا الخليط ديال الحرشة في المقلاة كنديروا نار مهيلة، كنخليوا الحرشة حتى كطيب وكتبان لنا تحمرات من الاطراف، وهنا من بعد ما كتبان ليا بدات كتحمر من الاطراف كنجيب هنايا واحد قطعه ديال الخشب او اللوحه او اي حاجه اللي تقدروا تقلبوا عليها هاد الحرشه، وتقدروا تستعملوا حتى الغلاقه ديال الطنجره اللي كتكون مسطحه. هنا كنتاكد ان الاطراف ماشي لاصقين، وغادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نقلبها. كنهزو المقلاة على هاد الشكل وكنحاولو نميلو الحرشة، كنهبطوها بهاد الطريقة هادي، وحاولو تميلو المقلاة للأسفل على هاد الشكل هذا. غادي نمسح المقلاة بواحد المنديل وكنقلبو المقلاة على الحرشة بهاد الطريقة. نتمنى تكون الصورة واضحة لكم. وكيف غادي تلاحظوا معايا هنا الحرشة تحمرت لي غير من جهة واحدة، لان ما كنتش حاطة المقلاة مزيان فوق النار، كانت مايلة غير لواحد الجهة، لكن ماشي مشكل، غادي نعاود نقلبها على هاد الجهة هادي ونبدا كندورها حتى تحمر من جميع الجهات، وحتى وهي محطوطة على الوجه كنبداو ندوروها مرة مرة. وهنا الحرشة من بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها، كتحمر من الوجه وكذلك من الظهر حتى كتحمر مزيان،
غادي نقطع لكم هنا طريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وهي سريعه التحضير وكتجي خفيفه وزوينه بزاف. كنتظر تطبيقاتكم على مجموعتي في الفيسبوك شهوات راضية قريش. الى عجبكم هذا الفيديو وصلوا لاكبر عدد من اللايكات، وخليوا لي الراي ديالكم اسفل الفيديو في التعليقات. وما تنساوش كننزل الفيديو يوم السبت ويوم الاربعاء مع 10 ديال الصباح، فكونوا في الموعد. دمتم اوفياء، السلام عليكم.